فريق الكمال في تحسن مستمر ويكافح ليفوز في المباريات القادمة. عانى الفريق أمام فريق الزنابق بفضل جهود رماح المسامح وغيره من لاعبي الزنابق، وعلى أي حال فقد تمكن الفريق من إحراز التعادل رغم طرد لاعبين اثنين من الفريق. أما الآن فاللاعبون يبذلون جهودا مضاعفة في تدريباتهم. عادل، لماذا تجنبت الكرة؟ ها؟ رامي كان مندفعا. أيها الغبي، ما فائدة الدفاع إذا خفت من الكرة؟ أنت وعماد صخرتا الدفاع. الهجوم قوي بفضل رامي، وقد استطاع أن يسجل إصابة. لذا لو كان الدفاع قويا. طبعا خوفه يساعد في فتح الطريق أمام الخصم. عادل لين جدا. هل عادل بخير؟ أليس كذلك؟ نعم طبعا، إنك بحاجة إلى الجرأة والشجاعة، ولا تنقصك المهارة. هيا لنجرب ثانية. حاضر. مرحبا أمين. ألن تخلوا لنا الملعب؟ إخلاء. أجل، حان الوقت. الاتفاق أن تستعمل الملعب اعتبارا من الساعة الثالثة. حسنا، سنخلي الملعب. لقد نسيت، ماذا هناك؟ لقد وعدت أمي بمشاهدة مباراتها في البيسبول. مباراة لأمك؟ طلبت مني الذهاب إلى ملاعب البلدية لحضور المباراة الساعة الثانية. إذن سنذهب جميعا لكي نشجعها. حسنا. إنهن يلعبن بمهارة. تحمل الرقم 4. جميل. هذه أمك؟ ماذا؟ بل هي تلك. مرحبا أيها الفريق الفاشل. ماذا تتهكم علينا؟ ألم تفوز؟ لا، المباراة ستبدأ الآن. يبدو أنهن سيخسرن. نقطتان أقل في المباراة الختامية. إذا رمت رمية خارجية يكون التعادل.
قصتك يا أمي. أحسنتي. أحسنتي رؤية التعادل. أمي هل ستنجح؟ اخرجي. موافق؟ نعم، اخبرتني امي بانها ستقدم لكم الحلوى لانكم اتيتم لتشجيعها. دعني ألقي نظرة. أنت بخير، تحرك قليلا وستتحسن. أمي ممرضة. السيد صادق، هل انتهت المباراة؟ نعم الآن. للأسف أردت مشاهدة هذه المباراة، لكن كان علي أن أقابل ضيفا قبل سفري. عادل تعال يا عادل. هل هذا والد عادل؟ لا، أعتقد أن والديه مطلقان وهو يعيش مع والدته. قد يكون صديقا لوالدته. ماذا يكون؟ إنه موضوع لا يناسب طفلا مثل رامي. إذن أم عادل وذلك الرجل. اهتم بشؤونك يا جلال. حاضر. فهمت. ما رأيكم أن نتناول شيئا باردا؟ عادل أتذهب معنا؟ أفضل الذهاب مع لاعبي الفريق، شكرا. تفضل إذن، اشتري حلوى لأصدقائك. افرحوا أيها الفاشلون وحظا سعيدا. لا تقولي ذلك، فنحن لسنا فاشلين. كابتن، طلبت أمي أن أشتري للجميع حلوى. حسنا وشكرا، هيا جميعا إلى بائع الحلوى. هيا. هيا. هيا عادل، ألا تأتي معنا؟ بالطبع. عادل ماما. نعم. ما رأيك بالسيد صادق؟ ماذا تقصدين؟ أقصد أنه ربما سيصبح أباك الجديد. أب جديد لي؟ أجل، لقد عرض علي الزواج. ماذا؟ له ابن يدعى جمال ويكبر بعام، تعرض لحادث في مباراة لكرة القدم وجاء إلى المستشفى وسيخرج عما قريب. لقد شفي تماما. أيلعب كرة القدم؟ نعم، كرة القدم كانت البداية، فقد تحدثنا كثيرا عنكم، ثم بدأنا نتقابل واستمرت لقاءاتنا إلى أن طلب مني الزواج. وماذا عن أمه؟ لقد ماتت حينما دخل جمال المدرسة، كان طفلا. مرت 5 سنوات انفصلت عن أبيك وقد حان الوقت لأتزوج ثانية، ما رأيك؟ ما رأيك أنت يا أمي؟ وإن لم يكن لديك اعتراض فسوف أتزوجه، لكن صادق مضطر للسفر إلى البرازيل للعمل ويريدنا أن نرافقه، ما رأيك يا عادل بالذهاب معنا؟ البرازيل بعيدة جدا. يحو، انتهت المدرسة. عادل. عادل ما الأمر؟
التمرين؟ عادل عادل أنا ماني رد في لعبة الاستغماية، هيا نتمرن عادل. قد اضطروا للانسحاب من الفريق يا رامي. أين رامي وعادل؟ لقد رأيتهما في المدرسة اليوم. غريب أن يتأخر رامي عن التمرين وكذلك عادل. لعلهما محتجزان لأنهما لم يحضرا الفروض البيتية. سيأتيان، هيا نبدأ. كن حذرا يا كابتن. من فعل ذلك؟ انظر هناك شخص في الأعلى، لابد أنه هو الذي روى بالكرة إلينا. لو فعلها فهو لاعب ممتاز. الاسم المكتوب على الكرة هو جمال صادق من فريق المجد. فريق المجد يعتبر من أفضل الفرق الثمانية في المنطقة. إذن أنت السبب، لقد أذيتني. هذا تحدي ضد عادل من الفريق الفاشل. فهمت، إذا أمك تريد الزواج. أجل، ذلك رائع، كرة القدم مشهورة جدا في البرازيل. يا ربما معك حق، لكنني لست ذاهبا لكي ألعب كرة القدم. آسف. عادل، رامي، بحثت عنكما في كل مكان. آسف، لا أشعر برغبة في اللعب اليوم. هناك شخص ينتظرك، يريد أن يتحداك في لعبة كرة القدم. حقا؟ شخص يدعى جمال صادق، وهو كابتن فريق المجد. جمال، قد يكون الابن إذن. عادل هنا. إذن أنت عادل؟ نعم، وأنت جمال؟ أجل، أخبرني الآن، ما السبب في وقوفك ضد زواج أبي من أمك؟ لا، أنا فقط. هكذا إذن؟ لقد اعتنت أمك بي وأنا في المستشفى، وأظنها ستكون زوجة مناسبة لأبي، لكن إذا كنت تعارض زواجها فهذا موقف آخر. عليك أن تلعب مباراة ضدي، عندها... ماذا تعني؟ ستقام مباراة تجريبية بين فريقي الكمال والمجد هذا الأحد، والمباراة بيني وبينك لا علاقة لها بنتيجة مباراتنا ضد الكمال، والنتيجة ستقرر. ما هذا؟ لماذا تعتبر المباراة بينك وبين عادل؟ لأتأكد إن كان يستطيع تجنب ضربتي. سنرى. إذا فزت أنا عليك أن توافق على زواج والدينا. وإذا فزت أنا؟ عندها سأقنع أبي أن يتخلى عن أمك نهائيا. اتفقنا؟ إذا تزوجت أمك فسوف تترك الفريق أنت وتسافر إلى البرازيل، ربما هذا أفضل لك. نحن لا نريد ذلك، الأفضل أن تبقى أنت وعماد في قلب الدفاع. علينا أن نشجع عادل، ربما نفوز في المباراة. إذا تحقق ذلك لن تستطيع والدة عادل أن تتزوج. لماذا تفكرون؟ يجب أن نترك أمور الكبار للكبار، لا تهمنا. معك حق، ويجب أن نبذل جهدنا في مباراتنا ضد فريق المجد. رائع، وسوف نجري تمرينات مكثفة. وافقون. ما الأمر؟ تشجع وإلا فلن تغلبه. مرة أخرى. هيا. هيا.
تحسن عادل كثيرا بفضل التمرين المكثف، وأنا واثق بأنه سيفوز. كان ضعف عادل الأساسي في شجاعته وليس في مهارته. نريد منك الروح التنافسية. حاضر، إلى اللقاء. ماذا عن والدي عادل؟ أين هو؟ كل ما أعرفه أنهما مطلقان وهو لم يخبرنا بشيء عنه. أوه. أمي عادل، مرحبا، اغسل يديك، سيجهز العشاء الآن. حسنا. عادل، هل فكرت بالأمر؟ معذرة، سأقابل السيد صادق غدا ويجب أن أعطيه ردا. أنت لا تريد الذهاب إلى البرازيل وترك أصدقائك؟ لا، لكن إذا سافرنا وعاد أبي فلن يجد مكانا يذهب إليه، وأنا سأبقى أنتظر عودته. والدك سافر إلى مكان بعيد، أراد أن يدرس فن الطبخ الفرنسي. ترك رسالة ذكر فيها بأنه لا يستطيع التخلي عن حلمه حتى ولو من أجلك ومن أجل أمك أيضا. عادل، أعرف أنك قوي ولا تبالي لعدم وجوده في البيت، أنا لن أتخلى عنك. أنكم ستلعبون ضد فريق المجد، تأكدوا من فوزكم. بالطبع. لقد وصل فريق المجد. حسنا، هيا ننطلق. هيا. عادل، عادل. ما الأمر يا عادل؟ لا شيء، لا شيء. بأن تضرب الكرة. أتوقع ذلك من كابتن المجد، يا للمهارة. هذا ليس وقت الإعجاب بمهارته. معك حق. لا تدعه يمر بالكرة، أوقف. أنا مصمم على الفوز وتحقيق ما أريد. نعم، علي يجب أن أفوز. فهمت، إذن عادل أخبرك بذلك. أجل، عادل لم ينسى الرجل الذي تخلى عنا وسافر إلى فرنسا. لا أدري ماذا أفعل. نفس الحال مع ابني. رأيت جمال يضع صورة أمه في حقيبة كرة القدم، رغم أنه أخبرني بأنني حر أستطيع أن أفعل ما أشاء، لكن ما زالت أمه المتوفية تشغل فكره. إذن سبب تحديه لعادل هو؟ ربما فعل ذلك ليقنع نفسه، ظنا منه أنه إذا قبل بنتيجة مباراة كرة القدم فإن أمه ستفهم موقفه وستسامحه. يا للأطفال، إذن من الأفضل أن نفسخ هذه الخطبة. نعم، للأسف علينا الانتظار إلى حين عودتي من البرازيل، وإذا بارك طفلان الخطوبة سنتقابل مرة أخرى، فهذا أفضل لنا جميعا.
الشوط الأول لصالحهم. ما لم نفعل شيئا سيصبح الفرق كبيرا. لكن جمال لم يسجل إصابة واحدة حتى الآن. هذا لأننا نراقبه جميعا. لقد خيبت أملي يا عادل، ألا تواجهني دون مساعدة من أصدقائك؟ هل علينا اللعب بهذا التشكيل غير العادي؟ ماذا؟ أنا لا أريد أن تفسد المباراة بسببي. لكن هل تستطيع أن تغلبه وحدك؟ سأبذل ما بوسعي، أريد مباراة بيني وبين جمال. إنه مستعد إذن لمواجهتي، مرر لي الكرة، هيا! تلقى ضربتي إن استطعت! الكرة آتية يا عادل! عادل! ما الأمر؟ هل هزمت؟ إذا تغلبت عليه فإن أمي... قف! قف يا عادل! أريد أن يكون ابني بلا روح قتالية! هيا يا عادل! قم! هيا! أمي! انتظري! يجب أن تسجل! مرت الكرة بجانب عادل! إصابة مقابل ثلاث، هذا عيب. لقد لعبنا مباراة جيدة ضد فريق المجد، نعم، وذلك بفضل جهد عادل. لقد تغلب على جمال. ها، لسنا مضطرين للسفر إلى البرازيل بسببي؟ لا، أنا والسيد صادق قررنا ذلك. لا أستطيع أن أتعلم لغة جديدة وأنا بهذه السن. ها، أمي! عادل! جمال! أنا قد هزمت. لا عليك، فأنا أنسى كل شيء بينما أركز على المباراة. وأنا كذلك، أعتقد أنني سعيد بوجود أخ لي. وأنا أيضا سعيد. هيا نذهب، سأقدم لكم معكرونة لقاء مجهودكم. يحو! والدة عادل كريمة جدا. أنت يافعة وجميلة وسخية، إني أتساءل لماذا لا تتزوجين؟ لا تحاول جدق دبي. هيا نركض حتى بائع المعكرونة. هيا إلى المعكرونة. سيشترك بسام في مسابقة العزف على البيانو، وسيجد منافسة قوية له، إنها حنين. لكن حنين تقول فجأة بأنها تريد الانسحاب من المسابقة رغم مساندة أخيها علاء. لكن ما السبب في قرارها هذا؟ هل هو الخوف؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة.